توج سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة فريق سلاح البحرية الملكية البحريني بطلا للنسخة الخامسة من بطولة المدفعية الملكية الرمضانية للضباط لكرة القدم والتي أقيمت تحت رعاية سموه، وذلك بعد فوزه على فريق الدروع الملكية في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب المدفعية الملكية، وذلك بحضور اللواء الركن الشيخ خليفة بن حسن الخليفة قائد المدفعية الملكية والشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. كما أقيمت مباراة استعراضية بين نجوم منتخب البحرين القدامى لكرة القدم والفنانين البحرينيين بين شوطي المباراة. هذا وقد تفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بعد انتهاء المباراة بتتويج فريق سلاح البحرية الملكي البحريني الحاصل على المركز الأول، وكرم فريق الدروع الملكية الحائز على المركز الثاني. كما كرم سموه الفائزين بجائزة أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة وأفضل حارس وبعض الوحدات والمديريات والاتحاد البحريني لكرة القدم ونجوم منتخب البحرين القدامى لكرة القدم والفنانين البحرينيين على إسهاماتهم في نجاح البطولة. فيما قدم قائد المدفعية الملكية لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، وعرب سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، منوها لما شهدته من تفاعل من قبل وحدات قوة دفاع البحرين وما سادها من أجواء منافسة اتسمت بالتحدي والإصرار على الفوز. وأشاد سموه بدعم قوة دفاع البحرين لمثل هذه الأنشطة الرياضية وبجهود المدفعية الملكية في إقامة هذه البطولة للعام الخامس على التوالي، حتى غدت أحد الملتقيات الرياضية والشبابية المهمة ضمن فعاليات قوة دفاع البحرين الرياضية، وهنأ سموه الفرق واللاعبين الفائزين في البطولة متمنيا سموه للفرق التي لم يحالفها الحظ هذا العام كل التوفيق والنجاح في الأعوام القادمة.